السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الثلاثاء السابع من شهر مارس آذار 2023، جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا، وعندنا أيضا خبر يخص فرنسا. نبدأ أصدقائي بألمانيا. ترغب وزيرة الخارجية الألمانية السيدة بيربوك بزيارة للعراق واللقاء بوزير الخارجية العراقي السيد حسين، وأيضا اللقاء مع رئيس وزراء الحكومة العراقية السيد السوداني. هذه الزيارة تندرج في إطار تقوية العلاقة الدبلوماسية بين ألمانيا وبين العراق، والعمل من أجل تقوية الاستثمار بين البلدين، ونقاش مسائل اجتماعية وسياسية متعددة، مثلا مسألة الفقر، مسألة الاستثمار، مسألة التنمية الاجتماعية، إضافة أيضا إلى أمور سياسية ونقاش مسألة تنظيم داعش. وسبق لرئيس وزراء الحكومة العراقية السيد السوداني أن زار ألمانيا في شهر يناير كانون الثاني هذه السنة، والتقى مع مستشار ألمانيا السيد شولتز. ننتقل أصدقائي إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية. تقريبا 1000 متشدد في ألمانيا يحملون إجازة حمل السلاح بصفة قانونية، ومن بين هذا العدد هناك أشخاص تعتبرهم المخابرات الألمانية متشددين للغاية لدرجة الإرهاب. هذا ما نقلته جريدة تاغس شاو. هذا الأمر يقلق جدا المخابرات الداخلية الألمانية وأيضا إدارة منح الرخص للسلاح، لكن قالوا مرات صعب التدخل وصعب سحب التراخيص الخاصة بالسلاح لبعض الأشخاص بسبب تقادم الملفات أو عدم توصل الإدارات والأجهزة الأمنية بمعلومات كافية من المخابرات عن شخص معين، وعدم تعاون المتشددين الذين يحملون السلاح مع الإدارات وتلاعبهم كي لا يحصل ويسحب السلاح منهم. لذلك هناك مطالب متعددة في ألمانيا من عند السياسيين وإدارات الدولة بتغيير قانون حمل السلاح، وأيضا منح صلاحيات أكبر للدولة من أجل سحب السلاح من المتطرفين أو من المتشددين الذين يصبحون مع الوقت متشددين أو متطرفين. ننتقل إلى موضوع آخر. تعاني النساء عموما في ألمانيا من عدم حصولهن على مرتب مساوي لمرتب الرجال، كما قالت الصحافة الألمانية وكما قالت دراسات متعددة. وقال وزير العمل السيد هايل أن الفرق بين راتب الرجل وبين راتب المرأة في بعض المهن يصل إلى فرق 18%. وقال أيضا، وأيضا مجموعة كبيرة من الخبراء يقولون بأن النساء عموما يختارن حسب طبيعتهن مهنا معينة، وهذه المهن للأسف هي مهن قليلة المرتب، والرجال يختارون مهنا هذه المهن غير محبوبة عند النساء لكن مطلوبة بسوق العمل بشكل كبير ومرتباتها مرتفعة. لذلك أيضا يجب على المرأة أن تفكر، أو إذا عندكم مثلا أطفال بنات حاولوا أيضا أن تحببوا لهم مهن معينة مثل الهندسة، مثل مجالات الكمبيوتر، المجال الطبي إلى آخره، لأن المهن التي غالبا النساء يعملن فيها غير مربحة، مثلا السكرتارية أو فقط مجال التمريض أو تربية الأطفال، هذه مهن جميلة جدا ومهن رائعة ومهن إنسانية، لكن للأسف للأسف سوق العمل لا يقدرها ولا يعطيها مثلا مرتبا جيدا. بالمقابل المهندسين أو المبرمجين لمجال الكمبيوتر أو من يعملون في مجال الرياضيات، مجال الفيزياء، مجال الكيمياء أو المجال الطبي إلى آخره، هذه المهن يوجد فيها عدد نساء قليل لكن مرتباتها مرتفعة للغاية. فهذه نصيحة لكم رجال أو نساء، دائما حاولوا أن تشبعوا في أبنائكم أفكارا لمهن مطلوبة للغاية ومرتباتها قوية. وقال أيضا وزير العمل
بانه النساء عموما يعملن ايضا على الاغلب تايلت سايت نصف دوام، بينما الرجال يعملون فول سايت، لذلك مرتب الرجال اكبر من مرتب النساء. لكن اصدقائي لا يجب ايضا النسيان، وهذا ما تقوله مجموعه كبيره من الفعاليات الاجتماعيه والفعاليات السياسيه، بانه يجب رفع مرتبات المرأة، لأنه المرأة إذا عملت تايلت سايت أو إذا عملت ميني جوب فهي تعمل هذا الأمر لأنها أيضا تلتزم بدورها كأم وكزوجة، فلا تستطيع أن تعمل مجموعة كبيرة من النساء لا يستطيعن أن يعمل دوام كامل، لأنها يجب أن تهتم بأطفالها أو يجب أن تهتم بعائلتها، أن تهتم بزوجها، أن تهتم بأسرتها وبحياتها، وهذا ما يمنع مجموعة كبيرة من النساء للعمل فولت سايت، لأنه إذا عملت فولت سايت فسيكون صعب عليها أن تمزج بين الأمر وبين تربية الأطفال ومراقبة الأطفال والدراسة مع الأطفال والطبخ للأطفال وتجهيز جميع الأمور الجيدة للأطفال، وأيضا أن تقوم بعملها كزوجة إلى آخره، فهذا يمنع. لذلك هناك مطالب المرأة عندها فول سايت، عمل في البيت، دوام كامل في البيت، دوام كامل بالأسرة، لذلك لا تستطيع أن تعمل دواما، هي تعمل فقط نصف دوام، فيجب أيضا أخذ الاعتبار هذا الأمر ورفع أجرة المرأة لأنها تعمل دورا كبيرا بالبيت كأم وكزوجة. وأيضا أصدقائي يقولون، وهذا أمر محزن، أن المرأة مهددة بالفقر أيضا بالكبر، لأنها كثيرا في حياتها العملية تعمل فقط نصف دوام أو تتوقف مرات عن العمل إلى آخره، وبهذا لا تكون قد اقتطع منها مبلغ كبير للتقاعد، وبذلك تحصل على تقاعد ضعيف جدا، هذا التقاعد لا يكفيها لحياة كريمة بالكبر، ويهدد المرأة بالفقر أصدقائي. فلذلك يجب أخذ بالاعتبار هذا الأمر ودعم رجال ونساء الكل، مع أخذ بعض النقاط أيضا على وجه التحديد، خصوصا أنه أيضا هناك رجال يعيشون لوحدهم مثلا مع الأطفال إلى آخره، فأيضا هذا الرجل لا يستطيع أيضا العمل لأنه يهتم أيضا بالأسرة إلى آخره. الآن نمر أصدقائي إلى موضوع آخر. قامت النيابة العامة بعمل مداهمات بمكتب شركة فونوفيا للمقاولات العقارية بمدينة بوخوم. السبب هو الشك، وهناك تهمة بالفساد وإعطاء تصاريح لشركات بناء معينة وشركات حرفية معينة. وتعتبر شركة فونوفيا واحدة من أكبر الشركات التي تمتلك شققا في ألمانيا وتؤجرها إلى عدد كبير من الناس، فحسب آخر الإحصائيات تمتلك شركة فونوفيا تقريبا 549 ألف شقة. ويعتقد من النيابة العامة أن بعض من الموظفين بالشركة كانوا يحصلون على رشاوى من أجل إعطاء بعض الشركات المعينة أو شركات إصلاح البيوت مهمة إصلاح شقة معينة أو إعادة ترميم شقة معينة، فقط لأنهم أخذوا رشوة كما تظن النيابة العامة. وأيضا شركة فونوفيا دائما ما تنهال عليها انتقادات كبيرة من عند المستأجرين الذين يتهمون الشركة بأن الإيجارات بالشركة مرتفعة للغاية. شركة فونوفيا دائما ما تقول بأن إيجارتها مرتفعة أو أنها ترفع بعض الأحيان الإيجارات بسبب الغلاء والتضخم وغلاء مواد البناء. ننتقل أصدقائي إلى موضوع آخر. تفاؤل كبير في ألمانيا بانتعاش القطاع السياحي سنة 2023 بعد سنتين من الانتكاسة بسبب وباء كورونا، ولوحظ ارتفاع عدد عند الشركات، يعني الشركات السياحية لاحظت بأن هناك ارتفاع بالمبيعات وارتفاع بالحجوزات الخاصة بالإجازة الصيفية، والرغبة بصيف سنة 2023
2020 بالسفر. فلم يمنع الغلاء أو التضخم عدد كبير من الناس من التخطيط لقضاء إجازة هذا الصيف في ألمانيا، أوروبا أو خارج ألمانيا. وحسب مجموعة كبيرة من الدراسات فإن الألمان يوفرون في كل شيء سوى في الإجازة، فالإجازة مهمة للألمان ولا يوفرون فيها، ولأنهم يحبون السفر ولو مرة واحدة بالسنة، إما داخل ألمانيا أو في أوروبا أو خارج أوروبا، من أجل الاستجمام ونسيان ضغوط العمل وجمع طاقة جديدة للعودة مجددا إلى العمل. هل خططتم أصدقائي لعطلتكم الصيفية؟ أما ليس بعد، إذا لحد الساعة لا تعرفون، أنصحكم من الآن أن تبدأوا بالتوفير. كل شهر حطوا 50 يورو 20 يورو، من يستطيع أيضا 100 يورو على الأقل بالصيف، تكونوا قد جمعتم مبلغا صغيرا، وهذا المبلغ تقومون به بإجازة صيفية تزورون فيه الأحبة، تزورون فيه الأقارب، تزورون فيه أصدقائكم، أو تسافرون داخل ألمانيا أو في أوروبا، أو يكون عندكم مبلغ معين تستطيعون في السفر لزيارة الأهل بأوطانكم. رغم أنه للأسف هذه السنة يعتقد أيضا أن تكون تذاكر الطائرات مرتفعة بسبب الغلاء وبسبب التضخم، وأيضا للأسف ممكن أن يكون أيضا هناك ارتفاع بأثمنة الفنادق والحجوزات. لذلك فكروا من الآن وخططوا من الآن كي تستطيعوا على الأقل يكون عندكم مبلغ بسيط، حتى لو خرجتم يوم أو يومين أو ثلاثة من بيتكم وذهبتم مثلا إلى هولندا أو إلى شمال ألمانيا، جنوب ألمانيا أو أي مكان، على الأقل تغيروا جو ليوم أو يومين أصدقائي. نمر أصدقائي إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية. يقوم وزير الدفاع الألماني السيد بيستوريوس بزيارة إلى ليتوانيا لتفقد التجريد العسكرية للجيش الألماني المتواجد في ليتوانيا من أجل حماية ليتوانيا من أي اعتداء عليها والمنضوية تحت حلف الناتو العسكري. وعدد الجنود الألمان المتواجدين في ألمانيا يبلغ عددهم 1450 جندياً، قال السيد بوغيس غاين وهو رئيس وزراء مقاطعة هسن أنه لا توجد علاقة نهائية بين زيادة أعداد المهاجرين في ألمانيا مع ارتفاع ظاهرة حمل السكاكين والاعتداء بالسكين في ألمانيا، وقال أنه لا يرى أي علاقة لارتفاع الجرائم المتعلقة بالسكاكين أو حتى الاعتداءات الجنسية وربطها بالهجرة، فالهجرة إلى ألمانيا ليس لها علاقة بارتفاع هذه الأمور. وقال إنه خطير جدا ربط الأمر، يعني ربط ارتفاع ظاهرة الاعتداءات الجنسية أو الهجوم بالسكاكين على الناس مع ارتفاع من دخلوا إلى ألمانيا من الأجانب أو المهاجرين. وقال يجب دائما النظر إلى الوقائع التي تحصل دون أن نغمض أعيننا عن شيء أو نغفل شيئا، ودون أيضا أن نعطي للأحزاب المتطرفة والأحزاب العنصرية مواضيع غير دقيقة تتغدى منها وتنتعش منها وتزداد شعبيتها. نمر أصدقائي إلى آخر موضوع عن فرنسا. ما زال الغضب مستمرا في فرنسا والإضرابات عن العمل مستمرة بسبب رغبة الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 سنة. النقابات العمالية في فرنسا ترفض رفضا تاما هذا الأمر وتطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتراجع عن هذا القرار. لذلك قرروا اليوم النقابات العمالية شل الحركة في مجموعة كبيرة من المرافق والقطاعات في فرنسا، وقرروا عمل إضراب عن العمل هذا اليوم بشركة القطارات، المواصلة العامة، جمع النفايات، وأيضا غلق المدارس. وقامت أيضا نقابات عمالية هذا اليوم بمنع وصول المحروقات، يعني الديزل والبنزين، إلى المحطات الخاصة بالمحروقات أو المحطات تانكشتيلن، يعني منعوا هذا الأمر كي يزيدوا أيضا الضغط على الحكومة الفرنسية، وأيضا يضر شيئا ما بالاقتصاد كي أن الحكومة تستمع لهم وتقبل بالحوار مع النقابات العمالية.
وهددت النقابة العمالية أنه إذا لم تتحرك الحكومة من أجل الحوار معهم فإنهم يرغبون بعمل إضراب أيضا يوم الأربعاء. وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التمسك بتغيير نظام التقاعد ورفعه إلى 64 سنة، لأن خزينة التقاعد في فرنسا تعاني بشكل كبير من النقص المالي بسبب زيادة عدد المتقاعدين والكبار بالسن في فرنسا وقلة عدد الشباب والولادات وعدد من يعمل. لذلك يقول وتقول الحكومة الفرنسية أنه لا سبيل من رفع سن التقاعد. النقابة العمالية تطالب إذن ادعموا التقاعد ومكتب التقاعد وصندوق التقاعد بأموال واستثمارات من أموال الضرائب بدل إرسالها إلى الحروب والجيوش والسلاح. كانت هذه جولة لأهم أخبار ألمانيا، أوروبا والعالم. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.